لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا ما بقولش الزروط عن الغلط والحاجة، إنما كلنا عارفين إن لسه آليات الرقابة على الأسواق لسه لم تنظم ولم تقوم بدورها المفروض، صح؟ ده مش عارف نسكت عن الغلط نهائي، لازم أواجه الغلط ولازم أحاربه لحد ما إن شاء الله نعدي بقى المرحلة اللي إحنا فيها دي. إحنا عارفين كويس أوي كل بنينا وخطوة إصلاح، بنلاقي المتفقين بالعكس بيحاربونا باحترافية. نستحمل ونعدي إن شاء الله. وديت لحضرتك مثل بتاع البورصة، قامت الدنيا لما طبقوا الضريبة دي. لما خلاص ده إن مفيش فايدة خلاص، بدأوا يكسبوا تمام. لأن الآلية دي على فكرة طالبينها من قبل الثورة، وبرضه رفضوا ينفذوها، بس اتنفذت. قانون العمل يا فندم. قانون العمل. كل عمل من فضل ستارد علينا عشان نقول رأينا في إن شاء الله، وهنرد لما يجي بعد عرضه على مجلس الإدارة وعلى زملاء الفضل. حضرتك في المؤتمر الصحفي في الاتحاد قلت إن أنتوا الأسواق النهائية ما تعرضتش عليكم لسه ما تعرضتش ولحد دلوقتي لسه ما ينفعش وما يكفيش إن أنت تعمل بيه النهارده، يبقى لازم يجي مستثمر. المستثمر عارف حضرتك كويس قوي ان الدولار ده ب 8 جنيه وانت مصمم تاخد منه ب 7 جنيه 15، مش كده؟ هيفضل ماسك ايده ولا لا؟ يا عم لا انا موافق لك على 8 جنيه بتاعك، مش هو ده سعر السوق؟ انا موافق بيه، هيجي فورا يستثمر. يبقى شغلت الناس، يبقى عملت الاعداد الاجتماعيه، يبقى عملت استثمارات، نميت البلد، ما بصيتش فيها احسن فيها. مصلحه البلد ايه؟ مش كده؟ يعني ده كان هدف الحكومه. الحاجه الثانيه بقى، مين اللي بيخلق فرص اكتر؟ هل التصدير الاستيراد اقصد ولا الصناعه او السياحه او المقاولات الحاجات اللي فيها قيمه مضافه؟ هو ده اللي انا بقوله، تعالى يا ابن سلمان تعالى نشتغل عشان نكبر البلد. يعني ممكن نقول ان دي اجازه الحكومه خدتها تجذب المستثمرين في المؤتمر الاقتصادي؟ طبعا مستثمرين وتحافظي على السوق وتساعدي القطاعات اللي لها قيمه مضافه وتشتغل رسمي، مش اشجع انه القطاع غير رسمي يشتغل. يعني دي اهم من ضمن الاليات اللي طبعا طبعا ده لازم تعمل من زمان، الحمد لله انهم اخذوا بيها دلوقتي. ها يبقى لهم حق ان هم يزودوا الاسعار ولا ما لهمش حق؟ يبقى ده استغلال ولا مش استغلال؟ لازم الحكومه التجاره غير سليمه. لا انا واجه التجاره غير سليمه، وانا عارف ان ده سعر الحقيقي في حدود 8 جنيه. اواجه الحقيقي، واجه الواقع. لازم نواجه الواقع. واللي بقول لك اللي عمل زياده دي لمجرد حرب على زي ما حصل بالظبط وقت الحكومه طبقت 5% من البورصه، حصلت في اول كام يوم ناس انتقلت البورصه ونازله بيها الارض. نتيجه دلوقتي البورصه زادت كام في الميه بعد ما واجهنا الحقيقه وعملنا عليها الزياده دي. البورصه زادت. يبقى ده احنا بنقوله التعويم الجديد هو احسن وسيله لاستقرار السوق، احسن وسيله لجذب الاستثمار، احسن وسيله للصادرات، احسن وسيله للاحمال احافظ على فرص عمل، ولا الصناعات الصغيره بس تقدر تصدر. مش كده؟ ده معناه تظبط على الغلط؟ لا مش خطوره كويسه. لا يا فندم، كل ما السوق مفتوح هو انا حميت السوق وقفلته؟ لا، في واحد بيستغل بعدها باسبوع نلاقي واحد جاب السلعه والحاجه بقى ما بيستغلش. ليه؟ لأن اديتي فرصة إن السوق المستقر والسوق المنتظمة تشتغل. اللي أنت بعدم مواجهة السوق السوداء في الدولار كنت بتساعدي الاقتصاد الغير الرسمي إن يواجه الاقتصاد الرسمي. يعني لو قلت شركة بتصنع خامة معينة أو منتج معين خاص بالمستهلك مش عارف يجيب الدولار لأنه ما يقدرش يجيبه غير منين؟ من المنافذ الرسمية بفرق السعر. دلوقتي بقى موجود هيجيب على ما بس السايكل تشتغل هينافسه ويقدر يوقفها.